السلام عليكم. اليوم معنا سلسلة جديدة وهي أغبن أشياء في لعبة معينة. وشو أحلى من بلش بواحدة من أكثر الألعاب اللي بتنلعب حاليا على التليفونات، ببجي موبايل. فاليوم معنا أغبن أشياء في ببجي موبايل. بس يا جماعة الخير، الهدف من هالفيديو هو الترفيه، يعني أنا مش قصدي إنه اللعبة زبالة مش كثير، بس إنه قصدي إنه نترفه يا جماعة، يعني تسلوا بس نقطة. فهاي الشغلات اللي راح احكيها كمان شوي قلتها بس هيك، انا قعدت افكر شو في شغلات غبيه جوا ببجي ولقيتها لكمان نقطه. فممكن تكتب لي نقاط ثانيه موجوده تحت، وممكن برضو تعترض وتقول لي لا ترى هاي الشغله مفيده واحسن، عادي براحتك. وثاني اشي كوني اكتشفت انه ما في حدا بيعرف يقرا اسم القناه صح، فراح اصير احكي بدايه كل مقطع. معكم محمد من قناة سماعة، واليوم عندنا أغبى الأشياء في ببجي. بس قبل ما نبدأ تنساش اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك جديد مقاطعنا والأشياء اللي جديدة بننشرها، وشوف شو مكتوب على الكوميونتي، دائما بنزل تصويت لشو بدكم الفيديو الجاي. فحسب رأيكم كان هذا هو أكثر موضوع بدكم يعني نحكي عنه؟ من الخيارات اللي نحط لكم إياهم. ونبدأ مع أغبى إشي بالنسبة لي، اللي هو إنه المقلة أقوى إشي موجود جوا اللعبة، ما في أي سلاح ممكن يأثر عليه. بس الاشي اللي جد غبي اللي هو انه هالاشي متوفر كثير، يعني فعليا انت ممكن تفوت بيت تلاقي فيه 3-4 مقالي. توقع سخنت بس يعني ممكن. فليش ما يعملوا الدروع تكون من المقلة، دروع وخوذة من المقلة، خلص انت لما تلبسهم ما بتموتش. انا عارف انه اشي غبي وراح يخرب اللعبة، بس المنطق شوي مضروب عندهم. يعني انت متخيل انه المقلة أقوى بكثير من السيارة المدرعة اللي بتنزلك من دروب لما تطلب الفلير جن برا الزون. عاد والله أفرجيكم المقلة لأني بالدار نطع وجطع وجه. بس يعني عادي. وخلينا نروح للإشي الثاني اللي هو القنبلة الضوئية، اللي هو أغبى إشي موجود جوا اللعبة. أنا عارف إنها مفيدة، عارف إنه في ناس، لا ما في ناس بيستعملوها، يعني هالقنبلة موجودة باللعبة بس عشان إنك تأخذها بالغلط وتشيلها، بس ها هدفها. وهي وفرد الطاحونة بباب الحارة اللي ما إلو أي داعي باللعبة، والشاتجن اللي صوت أوف. تصدق في كثير شغلات غبية جوا اللعبة لازم يشيلوها، بس القنبلة الضوئية ما لها أي 60 لازمة. يعني في كثير ألعاب جوتها هاي القنبلة ودائما بيستعملوها الناس، بس ببجي مش عارف ليش. ممكن استخدام القنابل شوية صعب كونك تلعب على التليفون، ولما تقرر إنك تستخدم قنبلة بالعادة راح تختار القنبلة المتفجرة اللي راح تقتل أعدائك، أو القنبلة الدخانية حتى تقدر تفل. ما راح تعمل قنبلة عشان تخليهم ما يشوفوا لمدة ثانية واحدة، وقت انت ممكن تقتلهم. وكوننا بنحكي هون عن القنابل، خلينا نحكي عن القنبلة اللي إلها فايدة، اللي هي القنبلة العادية، القنبلة المتفجرة. بأي منطق ممكن تنحمى من هالقنبلة إذا كان بينك وبينها قطعة خشب ما بتعدى ارتفاعها 10 سنتي؟ يعني أنا عارف إنه بالحقيقة ممكن تأخذ كفر من هالقنبلة وما تموت، بس ببجي لا، أنت ما بتتدمجش، بتعاري بتوقف وبتكمل طريقك. ونكمل مع الإضافات الغبية اللي جوا اللعبة. عندنا الكروسبو، السلاح اللي ما له أي فايدة. يعني فعليا السلاح هذا وظيفته شغلتين، الأولى إنك لما تنزل وتلاقيه قدامك فلما تأخذه ما راح يكون عندك حجة إنه أنا ترى ما معي سلاح، وقت أنت راح تموت لأنك نوب. والسبب الثاني إنه يعطوك عليه مهمات، يقول لك اقتل 5 بالكروسبو، وقت أنت راح تضلك طول السيزون تحاول تخلص هاي المهمة اللي بالآخر ما راح تقدر تخلصها إلا إذا لقيت بوت، وحتى البوت صعب تجيبه فيه. والله يا جماعة في كثير شغلات غبية جوا ببجي لما قعدت أفكر فيها، وواحدة من أكثر الشغلات الغبية اللي لازم يحذفوها. يعني أنا بالنسبة إلي أموت زون ولا إني أركب الدراجة الثلاثية. يعني يا جماعة الدراجة هاي ما إلها أي دخل بالفيزا والمنطق، أنت تكون ماشي بأمان الله فجأة بتقلب، ليش؟ ما بتعرف، هيك هي بتقلب. يعني في كثير مركبات جوا ببجي، في كثير مركبات غريبة برضو جوا ببجي، ولا واحدة منهم فيها هالمشكلة. يعني بالنسبة إلي لو كنت برا الزون والزون بدمج فيي ولقيتها بوجهي ما راح أخذها، لأن إذا مشيت فيها مسافة مترين لقدام راح تقلب وراح تدمج، وهالدمج راح يكون أكثر من الدمج اللي راح أخذه اللي لو أخذت الطريق للزون كعابي بدون ما أركب هاي دراجة. يعني الباقي غبية، الباقي غبية كثير. السيارة ما تقدرش تمشي مباشرة لقدام بس بتوصلك، صعب تموت من الباقي، بس أنا موتت، أنا بموت بأي طريقة. والباقي ممكن تطخ عجل من عجالها وتصير تمشي زي السيارة الطبيعية وما فيها أي مشاكل، وبرضه البنزين اللي فيها ما بيخلص، يعني بتنفع لمهمات امشي 50,000 كيلومتر بجيم واحد. بس الدراجة الثلاثية ما إلها أي فايدة، وما حدا يكتب لي الكومنتات لا أنا بستفيد منها، وحتى بتقدر تحط فيها سكوات كامل.
خلينا نروح للشيء اللي بعده. الشيء الغبي كثير جوا اللعبه تسبع مسافات كبيره وانت حاط على ظهرك اثقل سلاحين باللعبه، الدي بي والخلاط ال 249، عادي ما في اي مشكله، بس انك تمسك سلاح من هالاسلحه وتطخفي لا ممنوع، صعب مستحيل بتغرق. طب والسلاحين اللي حاطهم على ظهري وكميه الطلق اللي جواتهم كيف قادر احملهم على ظهري واسبح وعادي ممكن انزل واطلع وانزل واطلع وانزل واطلع وعادي، بس انك تمسك سلاح وتطخفي حتى لو كان فرد لا ممنوع، الفيزيائي بتنضرب عنا يا عم ما بيصير. طب نروح للإشي الغبي اللي بعده اللي هو كلنا عارفين انه في عندنا 3 ليفلات من الشناتي اللي بتقدر تشيل فيهم اغراضك، ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3، بس اول ما تنزل من الطياره راح تلاقي انه بتقدر تشيل كم من غرض وعادي بتكمل طريقك. هسا ممكن تفهمهم لما تكون لابسه واعي وانه بتقدر تحط هاي الاغراض جوا الجيب، رغم انه 3 ارباع السكنات ما فيهم الجيب بس مشيها. بس كيف وانت بتكون ما عندك اي لبس، انت بتكون فعليا عاري، بتقدر تحط معاك طلق كثير وبتقدر تشيل معاك باندج وشغلات كويسة مش بطال، انت ممكن تفوز بالجيم كامل وانت مش شايل شنته، وحتى في تحدي بهالاشي على ما اذكر. والسؤال هو هالاشياء اللي بتاخذها وين بتروح؟ انا حاولت كثير اضبط الكلمة حتى تكون متخربش النية بس انه ماشيها، وين بتروح هاي الاشياء اللي بتاخذها من الارض وانت ما عندك ولا لبس ولا اي شيء؟ يعني ما تتوقع اللبس اللي لابسه بكفي صح؟ وهون نوصل أغبى إشي موجود جوا ببجي موبايل. طبعا بحب أذكر إنهم هاي النقطة إنه هالفيديو ترفيهي وجماعة الخير الفيديو للتسلية، مش بغرض إنه اللعبة غبية، مش كثير غبية عادي، يعني لا تأخذ إنه اللعبة إلك وأنا قاعد بسب على شغلك بليز، إلا إذا كنت أنت مدير شركة ببجي وقتها حقك. أغبى إشي موجود جوا ببجي هو السكنات، يعني حرفيا اللعبة فيها سكنات غبية كثير. أنا عارف إنه هاي الطريقة بيجيبوا منها مصاري وبيجيبوا كثير مصاري، بس خلينا نأخذ المنطق والعقل. شو بقول لك؟ فعليا أنت بتلعب اللعبة بمبدأ إنك أنت جوا حرب ولازم تحارب. هتخيل أنت رايح على حرب وقدامك هاي أشكال، مرة شخصية بتشبه باور رينجرز، مرة شخصية بتشبه الصرصور، مرة شخصية إلها أجنحة وبتطير، يعني بالمنطق ما في حدا بروح على حرب بهيك لابس. يعني أنت لو صير في معاك مشكلة بالحارة راح تنزل بالفلينة، واحتياطا اذا في ناس مش عارفين شو يعني فلينا، اتوقع انه في ناس ممكن ما يعرفوا شو معناتها، هالشيء تلبس تحت الاواعي، مش بتروح تلبس لبس الرويال باس ليفل 100 احلى واحد فيهم واللي بحطوا لك اجنحه والوان زاهيه وبتنزل تحارب. وبالماضي ممكن نلعبها كنا نلبس اللبس الاخضر المعفن هذا عشان نتخبى بالعشب، لانك انت نازل الحرب مفروض تتخفى، مش تروح تلبس الوان زاهيه تفقع العيون وحلوة. وبس هذا كان كل اللي عندي فيديو اليوم. إذا عجبك الفيديو أو السلسلة وحاب أكمل فيها اضغط لايك واكتب لي بالكومنتات إيش في ألعاب ثانية بدك إياني نحكي عن أغبى الأشياء الموجودة جواتها. ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل فيديو